أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 177 مليون و270 ألفا قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم. وبحسب الإحصاءات فقد تخطى إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أكثر من 3,995,000. هذا وقد تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر لعام 2019. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلي الآن هاتفيا دكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات. دكتور، بداية أرحب بك في هذه الجولة من الآن. إذا تحدثنا أكثر عن هذه الأرقام، يعني هل بات فيروس كوفيد-19 في طريقه إلى الانحسار أم أننا بصدد مواجهة موجة جديدة؟ يمكن الملاحظ الشيء الجميل أن الحمد لله الانخفاض عالمياً بدأ بحالات فيروس كورونا ونسبة التعافي زادت. أعتقد يعني ده يعني إرهاصات إن الحمد لله الأمور يعني إلى أحسن وأحسن من الأول. يمكن حتى نحن بنقول لهذا الأمر نتيجة تضافر الجهود وجهازية الدولة في تصدي لهذا الفيروس من المتابعة ووسائل التواصل، تنقل استفسارات، خط أحمر، ترصد التخصي وجهازية الدولة من تجهيز اللقاحات اللازمة للشعب جنبا إلى جنب مع حرص المواطن. اللي أعتقد يعني وعي المواطن زاد عما سبق في من نواحي كثيره، مثلا حرصه، ونحن بنقول ان وعي المواطن يعتبر هو اللقاح الاساسي، اللقاح اللي. واحنا بنقول ان اللقاحات يمكن وتيره زياده توزيع اللقاحات على مستوى العالم زادت عما قبل في كل دول العالم. يعني اعتقد بالاضافه الى درجات الحراره مؤشر طيب برضو على انخفاض العدد الحالات. كل هذه مبشرات، ولكن احنا بنقول خذوا حذركم. المواطن لابد ان هو يعني يكون وعيه حاضر من ناحيه التدابير الاحترازيه، من ناحيه الكمامات برضه ما يسيبهاش، من ناحيه التواصل الاجتماعي، قصدك التباعد الاجتماعي وما الى غير ذلك من الامور التي تهم. كل هذه الامور طبعا بتؤكد هذا الانخفاض المتتابع، ونسأل الله من فضله طبعا يكون هذا الانخفاض الى نهايه حتى كابوس هذا الفيروس يعني يبعد عن البشريه، ويعني ان شاء الله يكون دكتور احمد. نعم دكتور احمد، وحضرتك متخصص في علم الفيروسات، كثير يعني من الطروحات الطبيه اليوم من الاطباء ايضا يرجحون القيام بحملات تطعيم واخذ اللقاح تصادف الأطفال أو المراهقين في المقام الأول، بينما يظن أطباء وخبراء آخرين أن هذا يعني الطرح يعد رفاهية في الوقت الحالي، وأن كل اللقاحات يجب أن تعين لأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب بعض المهن والفئات المحددة من كبار السن. أي طرحين تؤيد؟ يعني الحقيقة احنا بنقول يعني أحد العلماء قال نحن لا نملك رفاهية الاختيار في التطعيم، لان كل التطعيمات ايا كانت كل تطعيم عباره عن ان هو بيحفز الجهاز المناعي وبيعضد الجهاز المناعي. احنا بنقول في بعض الدول وبعض العلماء هناك طبعا بداوا بالفعل في تطعيم الاطفال من اقل من 18 سنه، وده شيء طيب برضه، لان طبعا ممكن الاصابه في الاطفال بيكون الى حد ما برضه ما بتظهرش فبيكون مصدر عدوى. العلماء طبعا اصروا ان الجهه الاخرى اللي هم كبار السن بدء بيهم، لان هم في امس الحاجه طبعا عشان الجهاز المناعي عندهم بيكون ضعيف. في كلا الحالتين امر طبعا مهم جدا،
والحقيقه الوعي اللي احنا شفناه يعني حتى يمكن حتى عندنا هنا في مصر حينما جعلنا منها ليست لتصنيع الفيروس تصنيع اللقاح فقط، ولكن اصبحت قاعده صناعيه عظيمه جدا، وليس للتصنيع ولكن لتصدير اللقاح الى الدول الافريقيه. طبعا يمكن جهازيه الدوله في هذا الامر كانت واضح جدا بالتعاون مع الصين واقامه مصانع اللقاحات، كان له اثر طيب في توفيرها الدائم في ربوع الوطن، بل وتصديرها الى الاخرين. نعم دكتور احمد شاهين استاذ علم الفيروسات، بشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات، كنت معي مباشره عبر الهاتف.